نعم. حكم البصرة والثوم للرجل قبل الصلاة. يجوز للإنسان أن يأكل البصل والثوم ولو كان قرب وقت الصلاة إذا كان لا يريد التحيل على ترك الصلاة، ولكن إذا جاء وقت الصلاة والرائحة لا تزال في فمه فلا يحضر المسجد، وإن ولعله يحاول أن يستعمل من الأشياء ما تزول به الرائحة حتى يحصل له حضور المسجد.